خلال لقائه المصنعين والتجار مدبولي يطالب ببدء تطبيق مبادرة خفض الأسعار من الغد بنسب تصل إلى 20% ويوجه بنزول فرق عمل لمتابعة تطبيق المبادرة. مصر تواصل تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة بالتعاون مع الإمارات. مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. حماس ترحب ونتنياهو يعتبره تراجعاً في مواقف واشنطن، ومصر تطالب بالتنفيذ الفوري للقرار. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحباً بكم. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاءً مع المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار. خلال اللقاء اتفق رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15% و20% من الغد، ليصل التخفيض إلى 30% بعد عيد الفطر. شدد مدبولي على أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية، ما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية. كما واجه رئيس مجلس الوزراء بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء، وذلك للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية. إحنا عندنا فرق المتابعة بتاعة المجلس تنتشر وبالصورة تجيب لي من الأفرع بتاعة السلاسل كلها على مدار اليومين ثلاثة الجاية، يتقال لي ده فرع كذا في المدينة الفلانية، أدي الأسعار فرع ده. أنا عايز تقرير كامل بالصوت والصورة على مكتبي على مدار اليومين الجايين، نزلوا الناس كلها من بكرة، ويتقال الأرقام أقل تخفيض هيبقى إيه وبنسبة قد إيه، ده أقل حاجة. والكلمة اللي حضرتك قلتها، انا لو عليا هقول لك ما يقلش 30، انما انتوا حضراتكم بتقولوا لا نبدا ب 15 20، خلاص انا همشي مع اللي قاله احمد بيه، احنا هنمشي متدرج لغايه ما نوصل للعيد، نوصل للرقم اللي انت بتتكلم عليه ماشي، لكن من بكره الاقي 15 و20% تخفيضات بتحصل. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي من توفير العملة الصعبة وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ. إحنا كان دايما بيبقى المشكلة البضائع متراكمة، والبضائع محدش بتخرج لأن مش لاقيين دولار وبندبر دولار، ونتيجة لكده اضطرينا نلغي القرار بتاع المدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة، تقديرا لان انتوا مش قادرين ندبر لكم الدولار، فقلنا ما فيش حاجه اسمها نصادر البضائع والكلام ده كله. طيب ايه اللي حصل النهارده؟ اخر لقطه شفناها النهارده، الحكومه خلصت هي والبنوك اجراءات لبضائع بكام يا فندم؟ كان الرقم اللي معروض علينا بحوالي 3 وشويه او 5 وشويه، انا بتكلم على الفتره الاخيره، 4.5. اللي خرج بضاعته 2.5 او 2.8. طب في حوالي بضائع موجوده في المواني ب 1.7 او 1.8 مليار دولار، ورقها كله خلص والدولار متدبر في البنوك، طب الناس مش عايزه تروح تاخده ليه؟ قالوا اصل هم مستنيين الدولار ينزل تاني اكتر، روحوا يفرجوا عنها لما الدولار يكون نزل، فيبقى هم كده يكسبوا أكتر. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية. وخلال اجتماع مع وفد من أعضاء لجنة السبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، استعرض مدبولي تداعيات الأزمة الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، منوها إلى أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر. كما أكد مدبولي أن نجاح مصر في التواصل
التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، هو بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى للاقتصاد المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفق المخطط الزمني لمشروع حدائق تلال الفسطاط باعتبارها من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، وتستهدف الدولة دخولها حيز التشغيل في أقرب وقت. وخلال لقائه لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط، استعرض مدبولي أعمال تطوير منطقة النادي المصري القاهرية وساحة ومسجد عمرو بن العاص لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة. شارك المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية 48% للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة في جنيف. وخلال مشاركتها ألقى رئيس مجلس النواب كلمة شدد خلالها على أن مصداقية المنظومة العالمية على المحك بالنظر إلى عجزها التام عن إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض حاليا لجريمة مكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة تستهدف إبادته وتهجيره قسريا خارج أراضيه. شدد وزير الخارجية سامح شكري على رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، حيث عقد الوزيران مباحثات موسعة تناولت في الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع، حيث أكد شكري حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت. تواصل القوات الجوية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة. تزامنا مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات الأممية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية على مدار يومي 24 و25 من مارس 2024 في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة. كما شاركت طائرات النقل المصرية نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الحرب المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالي. في الأثناء تتواصل جهود مصر المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالإضافة لاستقبال الجرحى والمصابين، فضلا عن استقبال مطار العريش العديد من المساعدات الدولية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل.
أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين. لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة. ربما لدينا اليوم عدة نقاط هامة متعلقة بمشهد المساعدات والدعم للأشقاء الفلسطينيين. النقطة الأولى المتعلقة بقرار مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار، بالتأكيد له علاقة مباشرة بدخول المساعدات، لأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى مزيد دخول من المساعدات وتحرك عدد الشاحنات الكبيرة المصطفى سواء في العريش أو رفح لقطاع غزة عبر معبر رفح، لأنه لا مفر من الطرق البرية لدخول شاحنات المساعدات الكبيرة. نتحدث عن حركة الشاحنات اليوم، دخول 120 شاحنة لمنفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى دخول 80 شاحنة لمنفذ العجة، بالإضافة إلى شاحنات الوقود. على الجانب الآخر، المسار الجوي في مطار العريش، نتحدث عن أن مطار العريش استقبل اليوم ثلاث طائرات، طائرتين من الجزائر، الطائرة الأولى على متنها 24 طن من المواد الغذائية، والثانية أيضا 23 طن من المواد الغذائية، ثم طائرة من الإمارات على متنها 38 طن للإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة. أيضا فيما يتعلق بالمجهودات التي تتم، مجلس القبائل والعائلات المصرية أعلن أنه سيتم تنظيم إفطار جماعي في 19 من رمضان الجاري يوم الجمعة القادمة على شاطئ العريش بطول 8 كيلومترات، ولكن ستكون مائدة إفطار بدون طعام، وسيتم تخصيص الوجبات في هذا اليوم لإرسالها إلى قطاع غزة، سيتم إرسال 100,000 وجبة إلى قطاع غزة. أخيرا اليوم كنا نستمع إلى إحدى الأمهات الفلسطينيات التي وصلت إلى مدينة العريش، وهي تتحدث عن صعوبة الأوضاع هناك وأن الاحتلال الإسرائيلي قضى على كل شيء هناك، استهدف وقصف المستشفيات وأيضا المدارس وقضى على الأخضر واليابس داخل قطاع غزة. فبالتأكيد الحاجة اليوم والآمال معلقة على تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش ومعبر رفح. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. رحبت مصر باعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة. واعتبرت مصر القرار خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية، مطالبة بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار مما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة. وأكدت أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت. يأتي هذا بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وصوتت 14 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وينص القرار على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان، كما يطالب بالإفراغ الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة. من جانب قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفشل في تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الأمن لن يغتفر. في الأثناء، رحبت حركة حماس بقرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت حركة حماس استعدادها للانخراط في عملية تبادل الأسرى فورا، والتي تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين. كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، معتبرة أن اعتماد القرار خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قصرا إلى مناطقهم. كما شددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان،
وشددت على أن الإجماع الدولي على وقف العدوان يجب أن تصحبه خطوات عملية وعواقب على إسرائيل. في المقابل، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر إلغاء زيارة وفد إسرائيلي كانت مقررة لواشنطن بعد عدم استخدام الفيتو ضد قرار بشأن غزة. أكد نتنياهو أن فشل الولايات المتحدة في استخدام حق النقد خلال التصويت بمجلس الأمن دعا لوقف إطلاق النار، وهو يعد تراجع صريح عن موقفها السابق. كما أكد نتنياهو أن تغير موقف واشنطن يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح المحتجزين. أكد البيت الأبيض أنه لم يتلقى أي تعديلات على خطط زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن مسؤولين أمريكيين كبارا سيعقدون محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت بخصوص المحتجزين والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في رفح. هذا وأكد كيربي أنه لم يطرأ تغير على السياسة الأمريكية رغم قرار الامتناع عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك. قال أبو الغيط في منشور له على منصة أكس أن اعتماد قرار مجلس الأمن تأخر كثيرا، والمطلوب الآن أن يتم تنفيذه على الأرض. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتلون بالرصاص. وخلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمان، طالب الصفدي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن قطاع غزة أصبح مقبرة مفتوحة للشهداء وللقانون الدولي. كما دعا وزير الخارجية الأردني لوقف أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع ويتسبب في نفوقها. كما أكد المركز في بيان له أن لا صحة لانتشار هذا الفيروس، مشددا على أنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجن بالمزارع. وأشار المركز إلى أن لجان التقصي النشط تكثف حملاتها بمختلف محافظات الجمهورية، سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية قد تصيب الطيور. استضافت قاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان المرأة والإعلام وتحديات العصر، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة. أقيمت الندوة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ونظمتها لجنة الشباب بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة. بمشاركة نخبة من الإعلاميين والحقوقيين والمتخصصين في مجال المرأة، نظمت لجنة الشباب ولجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان المرأة والإعلام وتحديات العصر. ناقشت دور المرأة في المجتمع والتحديات التي تواجهها، وكيف يمكن تمثيل هذه الصورة بالإعلام. باختصار شديد، هي المسألة في المناقشات وصلت لحاجة مهمة، أنه تمكين المرأة هو دعوة للشراكة ومشاركة الرجل والمرأة من أجل بناء أسرة سعيدة. يعني القضية مش قضية انتصار للرجل على حساب المرأة ولا للمرأة على حساب الرجل. أنا سعيدة جدا إن احنا النهاردة بنشارك في هذه الفعالية المهمة اللي بتعقدها لجنة الإعلام بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة عن المرأة والإعلام وتحديات العصر. المرأة المصرية الآن بتعيش في أزهى عصور تقدمها ودعمها من خلال الدعم السياسي ليها، حتى دايما فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يقول عزومات مصر، فأظن إن مفيش دعم سياسي من خلال أكتر من كده للمرأة المصرية من خلال دعم القيادة السياسية ليها. وخلال الندوة تم التأكيد على تمكين المرأة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عرض نماذج للمرأة التي قدمت تضحيات
من أجل بناء أبنائها وتقديم نماذج ناجحة في المجتمع. والدة البطل عبد الله مصطفى ولد من احتياجات خاصة، طفل توحدي، فالحمد لله اشتغلت معاه كتير ان اوصل بيه، يعني الحمد لله دلوقتي عبد الله بطل في السباحة وفي الكاراتيه، والحمد لله انا يعني بطلب من كل ام ان هي تشتغل مع اولادها، وان هي وبالذات الاطفال الاحتياجات الخاصة، لان هم بيحتاجوا رعاية واهتمام اكتر من الطبيعيين. احنا من النساء المشرفات العظيمات اللي هم اولادهم تحدوا الاعاقه وبقوا ابطال جمهوريه، الحمد لله والشكر لله، وسياده الرئيس كرمني ام مثاليه على مستوى الجمهوريه، وسام يعني شرف عظيم على صدري. احنا سعداء بوجودنا في وسط القامات، وابني بطل من ابطال الجمهوريه في كره السله وفي الكاراتيه، حصل على عدد من الميداليات، ولسه حاصل على مركز ثالث بطل جمهوريه في الكاراتيه. الندوة أقيمت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفي إطار الاحتفاء بالنماذج الملهمة للتأكيد على دور المرأة المهم في المجتمع وأهمية تسليط الضوء على هذه النماذج المشرفة. نظمت مؤسسة حياة كريمة إفطارا لألف صائم من أهالي حي الأسمرات، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة بهدف نشر البهجة والسعادة بين المواطنين. كما نظمت حياة كريمة عددا من الفقرات الثقافية والفنية، إلى جانب إعداد فقرات توعوية دينية وتوزيع الهدايا على المواطنين. قوافل السعادة تواصل مسيرتها في مختلف أنحاء الجمهورية وصولاً لحي الأسمرات. هذه القوافل التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة بهدف نشر البهجة والسعادة بين المواطنين. الفكرة جات لنا أن احنا عاوزين نكون متواجدين مع أهلينا في قرى حياة كريمة وأيضاً المناطق المطورة، ولكن بشكل مختلف عن كل سنة، فقررنا أن احنا نعمل قافلة متنقلة وسميناها قافلة السعادة، بتجوب المحافظة أو تجوب القرية أو المركز اللي احنا موجودين فيه، بتعمل توعية بشكل ترفيهي للأطفال والكبار، وكمان بتقدم بعض الهدايا للأطفال، واللي احنا حرصنا فيها أيضا أن هي تبقى هدايا تعليمية بتساعد على تنمية القدرات العقلية وتنمية الذكاء لدى الأطفال. بنتحرك بالقافلة داخل حي الأسمرات في مناطق بنقف وبنعمل، بنقدم توعية للناس، بنقدم هدايا للناس اللي موجودة، بنحاول نفرح الناس أهلينا في المقطم وننشر البهجة عموما، وبرضه من خلال تقديم توعية للناس صندوق مكافحة المخدرات معانا في كل النقط وبيقدموا هدايا وتوعية. مؤسسة حياة كريمة نظمت إفطارا جماعيا بحضور 1000 صائم من أهالي الأسمرات، إلى جانب تنظيم عدد من الفقرات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى إعداد فقرات توعية دينية وتوزيع الهدايا على المواطنين. إحنا الحمد لله بقالنا أكتر من 3 سنين في حي الأسمرات، مشروع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيشتغل على كذا شق وقائي وعلاجي، ورش للأطفال وندوات أسرية ودوريات رياضية، وكمان خدمات علاج الإدمان اللي بتقدم بشكل يومي في عيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في حي الأسمرات. في شهر رمضان بيبقى طعم الأنشطة مختلف، لأن رمضان دايما شهر اللي بيجمع الناس كلها، شهر البهجة، شهر الرحمة، فإنه يبقى فيه قوافل للسعادة وتتوجه لمناطق كتير ويبقى فيها أنشطة ويبقى فيها إفطار جماعي، ده يعني بيتماشى مع رؤية القيادة السياسية في تنمية الأسرة المصرية. في كل وقت أنت دايما لما بتشتغل مع الأطفال بتحس لا الأطفال بيبقوا بشكل مختلف، فرحان جدا طبعا بالانشطه اللي بتتم، فرحان جدا باليوم والتجمع دوت، ده مش اكيد ده طبعا مش بيحصل على طول يعني، فده من ضمن الحاجات اللي احنا بنبقى حريصين ان احنا نشارك فيها. تنميه الانسان بالتكافل الرحيم هدف اساسي لمؤسسه حياه كريمه، وذلك عن طريق تقديم الدعم والمسانده للمواطنين من الاسر الاكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري. في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة وبمناسبة شهر رمضان الكريم، تم توزيع آلاف من صناديق المواد الغذائية بمركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة وصل الخير. يأتي ذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا، كما تشمل المبادرة تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية. you
بنستكمل جميع الاحياء وجميع القرى في مركز ومدينه العنطره غرب اللي احنا بيها، اللي احنا نقدر نوصل اكبر عدد ممكن لجميع الاهالي، جميع البيوت الاكثر احتياجا، عشان نقول لهم كل سنه وانتم طيبين والمؤسسه معاكم في كل وقت. تقدم مصانع التمور بمحافظة الوادي الجديد مع حلول شهر رمضان المبارك أكثر من 25 صنفا من التمور عالية الجودة. يعتبر التمر المحصول الاستراتيجي بالوادي الجديد لما يمثله من دخل رئيسي لكافة مزارعي الواحات، حيث يوجد بالمحافظة ما يزيد عن 3 ملايين نخلة. محصول استراتيجي هام بمحافظة الوادي الجديد يتم تصنيعه وفقا لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات. هكذا هو محصول البلح الذي يعتبر مصدر دخل رئيسي لكافة مزارعي الواحات لما تمتلكه المحافظة عما يزيد عن 3 ملايين شجرة نخيل. عندنا السعر هنا طبعا سعر تنافسي جدا وبيلاقي إقبال ورضا الجمهور، لان احنا هدفنا ان احنا نروج المنتج ونخلي ثقافه التمر تنتشر في كافه البيوت. مصانع التمور بالوادي الجديد جهزت مع حلول شهر رمضان المبارك اكثر من 25 صنفا من التمور عاليه الجوده، تتضمن البلح الخام والبلح منزوع النوى والمحشو بالمكسرات والفول السوداني والفستق واللوز وبلحا مغطى بالشوكولاته والبلح الخام وغيرها من الأصناف. ويعتبر مجمع التمور ماركة مسجلة في تصنيع التمور على مدار العقود الماضية لما يمثله من حجر الزاوية في تسعير البلح كل عام. صدرنا السنة دي للإمارات والهند والصين، كان موسم حلو وموسم جميل، وأملنا إن شاء الله إن السنة الجاية يكون موسم أحسن من كده. ويعود تاريخ إنشاء المجمع إلى عام 1962، حيث بلغ عمر المجمع 64 عاما، وأنشئ تحت اسم مصنع البلح والمنتجات الزراعية بهدف تنمية المحصول الرئيسي للمحافظة. وجرى تغيير الاسم إلى مجمع تمور الوادي الجديد بعد إدخال صناعات جديدة، كما أصبح أكبر مصنع يقوم بتصدير منتجاته خارج البلاد، حيث أنهى تعاقداته بشأن طلبيات شهر رمضان، ويقوم حاليا بالتصدير إلى دولة المغرب العربي وأفريقيا وتركيا وعدة دول أخرى. ومشاهدينا، أما عن الأحوال الجوية والطقس، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.
مشاهدينا وبأحوال الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، ولا يتبقى فيها سوى التذكير بأهم ما ورد بها من عناوين. خلال لقائه المصنعين والتجار، مدبول يطالب ببدء تطبيق مبادرة خفض الأسعار من الغد بنسب تصل إلى 20%، ويوجه بنزول فرق عمل لمتابعة تطبيق المبادرة. مصر تواصل تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة بالتعاون مع الإمارات. مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وحماس ترحب ونتنياهو يعتبره تراجعاً في مواقف واشنطن، ومصر تطالب بالتنفيذ الفوري للقرار.